خليني ابدا معاك يا كابتن عادل. الاول النادي الاهلي دائما ما يشرف الكره المصريه، ولكن السنه دي الامور مختلفه شويه، بمعنى هنشرف كره القدم المصريه طبعا كعاده النادي الاهلي، ولكن الجمهور يعني قلقان شويه من الاصابات، من وجود بعض اللاعبين في المنتخب، وهو واجب وطني اصر عليه الحقيقه، او كان او اصر على الكلام عنه الكابتن محمود الخطيب النهارده في البيان اللي خرج من مجلس اداره النادي الاهلي، وقال في مصر اولا. فبالتالي من الواضح جدا ان هناك بعض الغيابات التي ستكون موجوده في الفريق الاساسي للنادي الاهلي، ايه رايك؟ اول حاجه، احنا طول عمرنا النادي الاهلي بيشتغل، او انا اسف، تصريح طبعا من الكابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي طول عمره بيحط مصر اولا. ايوه، مش من النهارده ولا امبارح. لا، وهتلاقي بس الكابتن لما قال كده، قال كده ليه يا كابتن ايمن يا كابتن بلال؟ لانه من كتر الناس عماله تزايد في كلام غريب جدا، يعني الحقيقه كنا بنقوله، كنا بنسمعه خلال الفتره اللي فاتت، عشان كده هو اصر ان هو يقول هذا التصريح. اقول لك حاجه كمان مهمه قوي. لما جه احمد مجاهد اللي كان ماسك اللجنه المؤقته لاتحاد الكره، وقال لك وعمل تصريح وقال لك ليس كل ما يعرف يقال، وقال لك ان النادي الاهلي يلعب بنجومه والمنتخب بيلعب بنجومه. ايوه، هو ما كانش متاكد ان المنتخب، لا هو كان نايم يمكن في حلم. لا، ما كانش نايم. طب هو قال بناء على ايه؟ علشان عشان مصر هتخسر، لانه هو تعاقد. معقوله يعني؟ لا، ما هو ليها ايه المبرر ان احنا مش عارفين؟ اتكلمنا انا وكابتن انه ما كانش متاكد ان مصر ممكن توصل للادوار دي. فعشان يخلص اللي هو قاله، ما هو هي مالهاش الا دي. قال ان مصر هتلعب بكامل نجومها والاهلي يلعب بكامل نجومه. كان هو متخيل ان مصر ممكن ما تكملش. مش هتكمل يعني؟ ايوه، لا دي حقيقه، وهو عارف، وهو كان على راس ال. بس هل هو كمسؤول يطلع يقول تصريح زي ده؟ ده رهان خادع، ده رهان خادع يعني. ما هو ما هو ما هو ما يعني كمسؤول، يعني خلينا نتكلم بالمنطق. انت مسؤول، راجل مسؤول. مظبوط. فلما تيجي تتكلم في قرار لازم يبقى عندك معطيات. ايوه. المعطيات انك انت عندك وعد من الاتحاد الدولي، وما فيش في كره القدم وعود. في كرة القدم انك انت تاخد تصريح وتواريخ من ان البطولة هتتأجل، كاس العالم، فالاهلي هيلعب بكامل نجومه، ومنتخب مصر هيلعب في منتخب مصر هيلعب بكامل نجومه لغاية نهاية البطولة. صحيح. بس خلينا نرجع للكابتن الخطيب وتصريح الكابتن الخطيب. عادة النادي الاهلي كده ان هو مسؤول دائما عن انه بيحط بلدك الاول، لانه أندية الدوري الممتاز معمولة عشان المنتخب القومي طبعا، وليس العكس طبعا. يعني احنا اتكلمنا كتير قوي، قلنا كيفية عمل منتخب قوي البلد، هو من حاجتين ما لهمش تالت. رقم واحد انك بتلعب لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرز منتخب قوي، وده مهم جدا.